يعني 63. ايوه اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث داخل تحت الباب الذي قلنا فيه، قال فيه الترمذي: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أن من هديه كان إذا استجد ثوبا سماه، هذا قميص، هذا هذا يعني سروال، هذه عباءة، هذا نعل، هذا جورب، هذه طاقية، هذا برنس، هذا كذا، يسميه ويقول الدعاء: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يبقى دائما الإنسان مرتبط بالله عز وجل، متذكرا للنعمة التي أنعم الله بها علينا. يقول علماء الحديث نحوه، يعني مثل الحديث السابق قريبا منه، بخلاف مثله أي بنفس اللفظ. وبعض أهل العلم يقولون قد يكون في فوارق قليلة جدا ويقول مثله، أما نحوه أي قريبا من الحديث السابق فقط. هنا يعني عدد الإسناد، فالإسناد يعني يلتقي عند الجريري، ها، من الجريري فما فوق الجريري، يعني بنظر نعم سعيد، ودون الجريري السابق طريق وهذا طريق. نعم ايشو موجود موجود ساقط عنده. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا معاذ بن هشام قال اخبرني ابي عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان احد الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي عن ابي قتاده عن ابي عن ابي قتاده من قتاده عن ابي قتاده عن ابي قتاده اصبر اصبر لا 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 مو قال لا اصبر معاذ بن هشام عن قتاده ذاك هو ها عن قتاده عن قتاده خطا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده وليس ابي قتاده هنا جاء طبعا ابي قتاده خطا قتادة بن دعامة السدوسي قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي يروي يكثر الرواية عن ذلك هشام بن عبد الله الدستوائي يروي عنه ابنه معاذ بن هشام واصل قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة اي نعم الحبرة ها الحبرة بوزن عنبة وهو برد يماني من قطر محبر يعني مزين ومحسن بخطوط بخطوط نعم قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا عبد الرزاق ولا تعارض بين حب الثياب الى الحبره والقميص فقد يكون القميص ايضا فيه محبر في هذه الخطوط ها احب نعم وقيل لان القميص احب اليه بالنسبة لما خيط أو محبته للقميص كانت حين يكون عند نسائه والحبر حين يكون بين أصحابه نعم قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا
اخبرنا سفيان عن عوف ابي جحيفه عن ابي رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حله حمراء كان ينظر الى بريق ساقيه فقال سفيان الله اكبر. نعم، بريق ساقيه يعني نوره وضيائه، ها كان ينظر الى بريق ساقيه، وفي الاشاره الى يعني قصر ثوبه وانه كان الى نصف ساقه عليه الصلاه والسلام، وفيه ندب تقصير الثياب فيسن للرجل ذلك كما سبق ذكره، وما اسفل الكعبين ففي النار كما قال عليه الصلاه والسلام، وفي الروايه الاخرى ليس لي الكعب حظ من الثوب او كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سفيان وراء حبرة يعني حمراء مخططة، لا حمراء قانية خالصة، بل كانت مخططة بشيء كما ذكرنا، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الثوب الأحمر الخالص القاني. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس بن اسرائيل عن ابي اسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنه قال ما رايت احدا من الناس احسن في حله الحمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت جمته لتصبر. اصبر اصبر اصبر. قال في نسخة لدينا محمد بن غيلان، خطأ، هو محمود بن غيلان الدمشقي، محمود بن غيلان الدمشقي ليس محمد، محمود، هذا مما خرج له أكثر له الترمذي وغيره. نعم. اقرأ. قال في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن البراء رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا من الناس ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة الحمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. إن كانت أو كانت. إن كانت. نعم. جمته لتضرب قريبا من منكبيه. من منكبيه، وكنا ذكرنا باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا لكم بيتين من يحفظهما، من يحفظ البيتين، ها أبي أصحاب اليمين بين يدي ما في تذكر مكاش اقرا. ما طيب ايش الفرق بينهم اللمة و كم ما هي انواعه ما هي ايوه ايش هي الوفرة؟ الوفرة إلى الأذن، والجمة واللمة ما بين ما بين. طيب أيوة. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا عبد الله بن زياد عن أبيه عن أبي بنفع رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان اخضران. وعليه بردان اخضران ايضا، هذا سبق الحديث. نعم. حدثنا عبد قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا البردان البردين البرد مثنى برد، والبرد ثوب مخطط، يعني المراد باخضرين كونهما مخططين بخطوط خضر فيه الخضره. اي نعم اقرا. قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عفان بن مسلم قال اخبرنا عبد الله ابن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وصفية بنتي عليبة عن قيلة بنت مخرمة عن جدتيه اقرأ عن جدتيه دحيبة وصفية بنتي عليبة. لا عن جدتيه دحيبة و وصفية بنتي عليبة. لا دحيبة وعليبة صفية بنت بين معروفة صفية بنت ها اقرأ اقرأ عن جدته دحيبة قال هو جعل صفية بنت نعم هذا هو الصواب. نعم دحيبة وصفية بنت وصفية دحيبة وصفية بنت بنتي عليبة. نعم هذا هو الصواب.
نعم. عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسمال ملتين كانت في زعفران وقد نفضت. أسمال مليتين. أسمال مليتين مثنى ملية تصغير ملاء الملاء الملاية لا يزال اسم ملاية. أيوة. أسمال مليتين كانت مليتين مليتين كانت بزعفران وقد نفضته وفي الحديث قصة طويلة. نعم وفي الحديث قصة طويلة. قال رأيت عليه أسمال أسمال مليد. الأسمال جمع سمل كأسباب وسبب وهو ثوب الخلق قديم. نعم ومليتين تصغير ملية وهو مثنى ملية وملية تصغير الملاءة اسمها الملاية والملاء كل ثوب يضم بعضه إلى بعض سموه ملاية كل ثوب يضم له كل ثوب يعني يضم بعضه إلى بعض لكن ليس بخيط لا يضم بخيط ليس بخيط. كانتا بزعفران يعني المليتان كانتا مصبوغتين بزعفران وقد نفضت أسماء الزعفران يعني لم يبق منه إلا الأثر القليل. وفي الحديث قصة. نعم الحديث القصة هي أن رجلا جاء فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعليك السلام ورحمة الله وعليه أسمال مليتين قد كانتا بزعفرا فنفرتا وبيده أسيب نخل فقعد صلى الله عليه وسلم القرفصاء فلما رأته على تلك الهيئة أرعدت من الفرق أي الخوف فقال جليس يا رسول الله أرعدت المسكينة فنظر إلي فقال عليك السكينة فذهب عني ما أجد من الرعب. وفي رواية فقال ولم ينظر إلي وأنا عند ظهري يا مسكينة عليك السكينة فلما قاله أذهب الله ما كان دخل علي من الفرق أي من الخوف. والقصة ذكرها ابن سعد في الطبقات الكبرى والطبراني في المعجم الكبير والهيثمي قال في المجمع إسناده رجاله ثقات وذكر الحافظ بن حجر في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة. نعم دحيبة دحيبة. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بعض النسخ عن عبد الله عن سعيد بن جبير ايوه عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من ثياب يلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. أعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب يلبسها أحياؤكم وتكفنوا فيها موتاكم نعم. فإنها من خير ثيابكم. الصواب عبد الله بن عثمان بن خثيم. نعم وهذا فيه يعني استحباب البياض ثوب الأبيض. نعم قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أظهر وأبيض وكفنوا فيها ملتقى. استحباب البياض البسوا من لبس يلبس وهو الارتداء وليس من لبس يلبس وهو كخلط يخلط اشتباه الأمر لبس يلبس كخلط يخلط لوزنا ومعنى اشتبه عليه الأمر. وأما لبس يلبس والمصدر اللبس الارتداء وأما الثاني لبس يلبس كخلط يخلط مصدره اللبس اللبس. والأول يقول ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. اللبس هنا الارتداء. نعم قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يحيى بن أبي زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق
عليه مرط شعر أسود. مرط من شعر. نعم. المرط بكسر الميم وهو كساء طويل واسع من خز أو صوف أو شعر أو كتان يؤتزر به، يكون في أسفل البدن، من شعر، وفي رواية مرط شعر بالإضافة. وأسود صفة المرط يعني لونه، لونه. وجاء في الصحيحين كان له كساء يلبسه ويقول إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد. وكان عليه الصلاة والسلام يلبس الكساء الخشن. نعم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن الشافعي عن عروة بن المغيرة عن ما في أبي إيه ليس عن أبي يونس بن أبي إسحاق ما ليس عن أبي ما في عن أبي ها لا عن أبي يونس بن أبي إسحاق عن أبي يونس بن أبي إسحاق عن أبي يونس بن أبي إسحاق يروي عن أبي نعم اقرأ نعم ايوه في اثباتي هو في الصحيحين حديث الصحيحين نعم عن الشافعي عن عروه عن الشافعي عن عروه بن المغيره بن شعبه عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبه روميه لبس لبس جبه روميه ضيقه الكمين نعم لبسه هذا كان في سفر وذلك في غزوة تبوك والجبة من الملابس المعروفة وقيل هي ثوبان بينهما حشو ورومية نسبة إلى الروم وفي روايات شامية نسبة إلى الشام ولا تناقض لأن الشام كانت يومئذ مساكن للروم وإنما نسبت إلى الروم أو إلى الشام لكونها من عمل الروم الذين كانوا بالشام وهذا يدل على أن الأصل في ثياب الطهارة وإن كانت من نسج الكفار لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمتنع من لبسها لم يمتنع من لبسها ثم هذا استصحاب للأصل ضيقة الكمين يعني بحيث إذا أراد إخراج ذراعيه لغسله ما تعسر فأخرجها من داخل الكمين أخرجه من ذيلها نعم وقال بعض أهل العلم أن ضيق الكمين في السفر مستحب في السفر لا في الحضر نعم لأنها أعون على التصدف نعم باب ما جاء في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هنا فيه اختلاف في ماذا في الأبواب فيه تقديم وتأخير فيه تقديم وتأخير وهنا باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى أن يكون موضعه مؤخرا كما جاء في بعض الطبعات ولا يناسب ذكره هنا فالأنسب ذكر ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا جاء تقديم هذا الباب لذلك يعني نمشي على حسب القارئ فهو إمامنا نعم اقرأ باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجي بن عبد الله عن أبي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أن للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين سادتين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما نعم ما جاء في الخف يعني الأحاديث الواردة في هذا والأخبار الواردة في هذا والخف معروف وجمعه خفاف وقد كان صلى الله عليه وسلم له عدة خفاف منها أربعة أزواج أصابها يوم خيبر وكانت له عليه الصلاة والسلام والخف كما ذكرنا معروف نعم وذكر هنا أنه ماذا أهداه النجاشي النجاشي يقال النجاشي بالفتح وبالكسر النجاشي وهذا اسمه أصحمة أصحمة وهو ملك الحبشة والنجاشي لقب يقال لملك الحبشة وهو الذي لما مات أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بموته أرسل هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها خفين أسودين
ساذجين، اسمان ساذجين يعني لم يخالطهما سواد، لم يخالط سوادهما لون آخر. فلبسهما يعني عقب وصول هاته الهدية لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن اللبس بلا تراخٍ، فينبغي للمهدى إليه التصرف في الهدية عقب وصولها بما أهديت لأجله إظهارا لقبولها وإشارة إلى تواصل المحبة بينه وبين من أهداه إياها. وتؤخذ أيضا الهدية حتى من أهل الكتاب. نعم، لأن النجاشي وقت الإهداء كان لا يزال كافرا كما ذكر غير واحد من أهل العلم. ومسح عليها دليل على طهارته. نعم. عن ابن بريدة ليس أبي بريدة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن قال أخبرنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية من النبي دحية أو دحية من النبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. أين؟ زيد. وقال إسرائيل حتى تخرقا. أي وقال إسرائيل. نعم. قال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تفرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. قال أبو هشام. قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. أي نعم، هنا ذكر حديث أن دحية أهل النبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. قال إسرائيل، هو إسرائيل اللي هو ابن أبي إسحاق السبيعي. ها إسرائيل هو ابن أبي إسحاق. إسرائيل هو ابن أبي إسحاق أو ابن يونس. ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. إسرائيل ابن يونس. ها حديث رقم 74. نعم. قال إسرائيل. نعم. ابن يونس ابن أبي إسحاق قال عن جابر عن عامر اللي هو الشعبي وجبة يعني دحية أهداه الخفين فلبسهما حتى تخرقا، أصابهما خرق وهو يعني قطع في الجبة أو في الخف كذلك. قال لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، يعني هذا الذي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي أهدى له فلم يسأل هل هو ذكي أو لا. فالأصل الطهارة، لأن الأصل الطهارة. وفيه استعمال الثياب حتى يبلى ويخلق ويقدم ويتخرق، وهذا فيه يعني ما يدل على التواضع. ثم قال أبو عيسى قال أبو إسحاق هذا هو الشيباني اسمه سليمان، سليمان ابن سليمان ابن أبي سليمان، يعني تفرقة بينه وبين أبو إسحاق السبيعي. أي أبو إسحاق السبيعي تفرقة بينهما. نعم. باب ما جاء. باب ما جاء في نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قال لهما قبالان. قبالان. نعم، يعني ما الأخبار الواردة في النعل. والنعل كل ما وقيت به القدم عن الأرض، فلا يشمل الخف عرفا. نعم. فكيف كانت نعاله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. ونعم، وقد كان نعله صلى الله عليه وسلم كانت مخصرة ومعقبة ومنسنة. المخصرة التي لها خصر دقيق، والمعقبة التي لها عقب أي سير من جلد في مؤخر النعل ليمسك به عقب القدم، والملسنة هي التي في مقدمها طول على هيئة اللسان. نعله كانت مخصرة التي لها خصر دقيق يعني في وسطها، وعقب خلفها يوجد خيط ليمسك العقب، وملسنة في مقدمتها لها شيء كاللسان. نعم. والعراقي نظم يعني صفة نعل النبي عليه الصلاة والسلام في
ألفيته في السيرة، فقال رحمه الله: ونعله الكريمة المصونة، طوبى لمن مس بها جبينه، لها قبالان بسيل وهما سبتيتان سبتوا شعرهما، وطولها شبرا وإصبعان، وعرضها مما يلي الكعبان سبع أصابع، وبطن القدم وسطه خمس، وفوق ذا فست فاعلم، ورأسها محدد، وعرض ما بين القبالين إصبعان اضبطهما. نشرحه: ونعله الكريمة المصونة، طوبى لمن مس بها جبينه، لها قبالان. قبالان هو الخيط الذي يدخل فيه الأصبع، قبالان هو الخيط الذي يدخل فيه الأصبع، مثل النعل سموه هنا، لكن هذا قبال واحد، هو كان قبالان، قبال يدخل فيه الإبهام وقبال آخر الأصبع الذي بعده، فهما قبالان، يدخل أصبع هنا وأصبع هنا والباقي في الطرف. بسير، السير هو الخيط، وهما سبتيتان سبتوا شعرهما، السبتية يعني الخيط الذي يربط به، وطولها شبرا وإصبعان، طول النعل، ها طول النعل، السبتية إما اللي فيها شعر أو قال سبتوا شعرهما، السبت القطع أيضا، القطع كذلك، وطول النعل شبر وإصبعان، وعرضها مما يلي الكعبان سبع أصابع، سبع أصابع يعني بالعرض، وبطن القدم من تحت خمس أصابع، وفوق ذا فست فعلمي، وفوق القدم يعني، ورأسها محدد، وعرض ما بين القبالين إصبعان اضبطهما، ما بين القبال الأول والثاني إصبعان. قال: كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان لهما قبالان، فكان صلى الله عليه وسلم يضع القبالين بين الإبهام والتي تليها، والآخر بين الوسطى والتي تليها، قبال بين الإبهام والتي تليها، وقبال بين الوسطى والتي تليها، فهما قبالان، يدخل الإبهام وإصبعان، وإصبعانها هنا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا مثني شراكهما، مثنى أو مثني في بعض الروايات، نعم مثل مثنى أو مثني، أي شراك نعله صلى الله عليه وسلم مجعولا اثنين من سيور. نعم. السيور هي الخيط، الخيط السير، الخيط الذي يربط به. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عليه إن عليه جرداوين لهما قبالان، يعني ليس عليهما شعر. نعم. قال: قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتان علي النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد داوين ليس عليهما شعر. سأقرأ أسأل شوية نكمل الباب هذا لأننا متأخرين شوية. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك قال أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن حبيب بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: رأيت تلبس النعال السبتية، قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. نعم، ليس فيها شعر، هذا تفسير السبتية كما ذكرنا، سبتوا شعرهما أي قطع، سبتيتان سبتوا قطع شعرهما، ليس عليها شعر، وهذه كانت أغلى، كانت أغلى. نعم. ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، يتوضأ فيها يعني يلبسها، فإذا كان يتوضأ وهي في قدميه، فإذا وصل نزع وغسل رجليه أو يغسل وقدمه فيها، هذا معنى يتوضأ فيها، لأنها كانت عارية عن الشعر، ف يمكن الوضوء وهي يعني يتوضأ والرجل في النعل. نعم. وقيل لابسها فإذا وصل للرجل ينزع النعل ويغسل رجله ثم يجعلها فيها. قال: حدثنا، قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن معلم عن ابن أبي ذئب عن صالح بن التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن السدي
حدثني من سمع عمر بن حريف رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين عليه مخصوفتين، أي مخروزتين، مخصوفة بمعنى مخروزة، دم فيعني بحيث ضم فيهما طاق إلى طاق من الخصف وضم الشيء إلى الشيء. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معن أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. لا يمشين. نعم. طيب عندك لا يمشي؟ نعم. لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو يكفيهما جميعا. نعم. في رواية لا يمشي بالنهي فالياء تحذف للجزم ولا يمشي للنفي، لينعلهما أو لينعلهما، إذا ضمت الياء تكسر النون وإذا فتحت الياء تفتح النون، لينعلهما أو لينعلهما، فالنعل لا تلبس واحدة دون أخرى لأنه هذا ليس عدل بين القدمين، فليلبس النعلين أو يزيل النعلين، لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه قال حدثنا إسحاق بن موسى قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك. طيب إذا كان جالس والنعل واحد ويضع عليه قدمه والأخرى فوقه لا حرج من النهي عن اللبس وعن المشي فيها، وإذا مشى خطوة خطوتين بعضهم قال يعني الأمر فيه سهل، يعني تكون نعله هنا والأخرى هنا، تفضل الأولى أن ينعلهما جميعا، لكن إذا لبس واحدة ثم خطوة خطوتين ولبس الأخرى قال بعضهم الأمر في ذلك يسر. يسير. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول يعني الرجل بشماله أو يمشي بنعل واحد. نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس حاء وأخبرنا إسحاق بن موسى قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. أي نعم، يبدأ يلبس اليمين ثم اليسار وإذا نزع ينزع اليسار ثم اليمين. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أشعث بن أبي الشتاء عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في تنحله وترجله وظهوره. نعم، يعني حب التيم ولا يدل على ما سبق اول ما يلبس اليمين ومر معنا الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن مرزوق ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس ابو معاويه قال حدثنا هشام بن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بالا وابي بكر وعمر رضي الله عنهما واول من قعد قعدا واحدا عقد واول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه رضي الله عنه، يعني اتخذ قبالا واحده قبالا واحده. نعم، يعني إشارة إلى أن اتخاذ القبالين قبل ذلك لم يكن لكون اتخاذ القبال واحد مكروها أو خلاف الأولى، بل ذلك جائز، وإن كان الحديث هذا سنده ضعيف جدا. يقول هذا في حديث مضبوط في نسختنا الباب الذي سبق، كيف مضبوط؟ أذكيهما؟ لا، أذكي هما أم لا، يعني هل الجلد هذا من شيء ذكي أو لم يذكى، هذا المقصود، هذا المقصود، اكتفي بهذا. طيب نرجع للأبيات، كيف الأبيات؟ ما حفظتوش الأبيات تعالى؟ ماذا قلنا؟ اللمة، الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن، وجمة إن هي لمن لمنكبين تكون و وما و و و ولمة لما وما بينهما ولم وسمي ما بينهما باللمة باللمة كذاك وقال ذا جمهور أهل اللغة. أنا كنت أسألكم على الأبيات تاع العلم ساعة هذا الزوج بنقص. كنت أسأل على الأبيات تاع العلم. ها؟ رأيت العلم صاحبه شريفه. هذه فيها تسعة ولا أسهل؟ ها؟ والبيتين ولا تاع ها؟ يا من نجحت في امتحان الباكي. ها؟ هذا؟ خلاص. أيوة. مرة أخرى إن شاء الله. سبحان الله.
لا هذا مذهب قائلي، قلت ليس مذهبي، ليست لي الأبيات، أنا نقلتها فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. طولنا شوية عليكم اليوم لأنه أستدرك شوية ما فات.